أن يعلم أهلي. نحن اليوم جئنا إلى هنا إلى طول كرم من كل بقاع الضفة الغربية نصرة ومساندة لقضية الأسرى وخصوصا إضراب الشيخ المجاهد خضر عدنان. جئنا لنقول لهذا الاحتلال أن المساس بحياة الشيخ خضر عدنان أو التنغيص على الأسرى سوف يفجر الأمور إلى أبعد مستوى ممكن، سوف تحرق الأرض المقاومة من تحت أقدام الصهاينة إذا ما مس الأسرى أو الشيخ خضر عدنان أي سوء لا قدر الله. جئنا لنستحث الشعب الفلسطيني لكي يقف على مسؤولياته وينصر قضية الأسرى، هؤلاء الذين قدموا زهرة شبابهم من أجلنا جميعا. جئنا لنستحث المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لكي تكون أسماء العمليات بأسماء الأسرى وبمعاناة الأسرى وارتباطها بقضية الأسرى، لأن هذا العدو يخاف ولا يستحي. يجب على هذا العدو أن يشعر أن هناك خطر حقيقي على أمن مواطنيه كي يرفع الظلم عن حياة عن الأسرى داخل سجون الاحتلال.